دلوقتي هنروح مع حضراتكم نشوف زيارة يعني أعربت عنها السيدة انتصار السيسي وعن سعادتها بمشاركة الجليلة حرم سلطان عمان، زيارتها للمتحف المصري الكبير واللي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثرها الخالدة اللي بتشهد على عبقرية المصريين في كل زمان. نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع نكمل كلام. السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله حرم جلالة سلطان عمان، بكل الفخر والاعتزاز يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في زيارتكم الأولى لبلدكم الثاني مصر. أرحب بحضراتكم في رحاب قصر القبة التاريخي والليلة يشهد على عمق ومتانة العلاقات المصرية العمانية. أهلا وسهلا بالسيدة الجليلة منورة المتحف المصري الكبير ومنورين فنان المتحف. هو أكبر متحف لحضارة واحدة على مستوى تاريخ الإنسانية. المستشفى أكبر مستشفى سرطان أطفال في العالم، نسبة الشفاء عندنا 71.5%. مرحب بحضراتكم في مدينة الفنون والثقافة، وتحديداً في دار الأوبرا. نرحب بحضراتكم في مركز الثقافة الإسلامية في العاصمة الإدارية الجديدة. زيارة محفورة في القلوب وستظل دائما في الذاكرة. شرفتينا ونورتينا، وفي انتظار زيارات أخرى متعددة، ودامت دائما العلاقات المصرية العمانية قوية ومتينة وأصيلة.